يعتبر نجاح التجربة الشيوعية بالتوفيق بين ضرورات الاقتصاد الحر ومركزية الدولة ورعايتها محط أنظار العالم والدول العربية ومنها سوريا، خصوصا أن الاقتصاد السوري يدخل المرحلة التشاركية حسب رأي بعض الخبراء مع ضرورة الدور المركزي للدولة، ما يجعل المؤتمر 19 المرتقب موضع اهتمام بما سيحمله من نتائج للاستفادة منها في دعم حركات التحرر العالمية ونهضتها. بدأت الدولة السورية الخروج من نفق الحرب الذي ضرب أغلب مراكز الاقتصاد، ما جعلها اليوم بحاجة لإعادة بناء يهتم بالمركزية الاقتصادية إضافة لدور الاستثمار الخاص. اليوم نحن بعد ما تمت إنجازات كبيرة جدا على الصعيد السياسي والعسكري وانتصارات كثيرة، بدأت نهضة عمرانية في إعادة الأعمار في سوريا. اليوم الصين أصبحت مصنع العالم، فنحن نفتخر بهذه التجربة ونتعلم منها، ونريد أن نذهب بوفود عديدة ونرسل الصناعيين لكي يتعلموا. وتعتبر التجربة الشيوعية الصينية مثالا للتجربة الاقتصادية التشاركية والموجهة ما يحفظها من أي أطماع واختراقات خارجية. خصوصية التجربة الصينية بأنها جعلت من قطاع الدولي قطاعا قائدا رائدا دون أن تحجب عن القطاع الخاص إمكانية العمل في مناحي كثيرة من حياة الشعب الصيني. ومع بدء عمليات إعادة الإعمار بدأت تشريعات الاستثمار الجديدة بما ينسجم مع أهمية القطاع العام والخاص. حب بلش بتحية عالية للحزب الشيوعي في الصين الشعبية. نحن عنا من كل القطاعات، يعني الجانب الاستثماري مأخوذ بالاعتبار ضمن قانون الاستثمار الناظم واللي هلأ عم ينشغل فيه وقارب على أنه ينتهي، برؤية لقانون جديد مرن يخدم المرحلة القادمة. نجاح التجربة الشيوعية الصينية الأخلاقي الحضاري قبل الاقتصادي جعل المؤتمر 19 محط أنظار العالم كله وليس فقط الصين. الشعب الصيني الجبار الذي يتكئ على آلاف من السنين الحضارة الصينية، والشعب الصيني الذي قاوم الغزوات الاستعمارية كافة بجدارة واستطاع أن يصل إلى مرحلة الاستقلال، وفعلا له تجربة خصوصية في ذلك بأنه نقل الصين من دولة نامية إلى دولة صناعية كبرى، دولة اقتصادية كبرى، دولة تقف إلى جانب الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. يتفاءل الشارع السوري بنمو الاقتصاد الصيني وبتجربته الاشتراكية الحداثية التي حافظت للدولة قوتها كما حققت ضرورات التطور والرفاهية والديمقراطية. يرى السوريون اليوم وهم في مرحلة إعادة هيكلة اقتصادهم أن نجاح تجربة الحزب الشيوعي الصيني يعتبر مثالا حيا واقعيا يجب الاستفادة منه. يعرب خير بيك لقناة CGTN العربية دمشق.